السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، اهلا بكم مرة تانية في حلقتنا التامنة من حلقات كورس الجرامر، واللي ابتدينا فيه من الصفر شكل ما انتوا عارفين عشان نوصل لدرجة كويسة ان شاء الله في الجرامر. معاكم مستر محمد طلحة، وانت بتتفرج على قناة Learn English with مستر طلحة. النهاردة ان شاء الله كلامنا لسه مستمر مع Administrative Pronouns This, That, These, those، ولكن سؤالنا النهاردة هيكون بكلمة what وكمان بكلمة who. طبعا شكل ما احنا عارفين ان اداة الاستفهام what بسأل بيها عن الاسم غير العاقل، تاني حبيبي what بسأل بيها عن الاسم غير العاقل، اما who فهي بتسأل عن الاسم العاقل بمعنى من. تاني what ما او ماذا لغير العاقل، اما who معناها من العقل. النهاردة بقى هنسأل بوات وهنسأل بهو مع اسم إشارة. شكل ما احنا عارفين حبايبين اسماء الإشارة بتاعتي this و that للمفرد القريب والبعيد، و these و those للجمع القريب والبعيد. تعالوا يلا نشوف ازاي هنسأل بكلمة what. يعني مثلا حبايبي لو مديني هنا صورة كتاب وبقول لي what is this، what is this، what's this، يعني ما هذا. هنا حبيبي بقى هقول لك ان انا ممكن اجاوب بثلاث اشكال من الاجابات مختلفه. اول اجابه خالص ان انا طبعا بشيل وات وهشيل علامه الاستفهام وبدل اسم الاشاره بتاعتي مع is، فهقول this is a book، this is a book، this is a book. طيب ممكن اقول ايه كمان؟ هقول لك الكتاب ده اسم غير عاقل مفرد، فبالتالي ممكن اعوض عنه ب it، فبالتالي ممكن اقول it is a book، it's a book، it's a book. طيب قال لي ممكن كمان ان انا اقول short answer واقول a book، a book، a book. يبقى اذا مش شرط ان انا ادي long answer اجابة كاملة واقول this is a book او it is a book، لا ممكن اقول a book على طول. مثال تاني لو مديني نجمة بعيدة كده وبقول لي what is that، what is that، يعني ما تلك، ايه دي، فبالتالي هقول نفس الكلام، هشيل what وعلامة الاستفهام وبدل is مع that، فهقول that is a star. وقلت لك خلي بالك هنا ان طالما الاسم بتاعي مفرد لازم احط قبله ا او ان، فهقول that is a star، that is a star. طيب ممكن اقول ايه كمان؟ برافو عليكم، ممكن اقول it is a star، it is a star، it's a star، يعني دي النجمة. طب الإجابة الثالثة، ممتازين، ممكن أقول a star، a star على طول. يبقى قال لي نفس الكلام حبيبي لو أنا بسأل عن الاسم الجمع، بس هنا بقى طبعا هسأل ب what or، مش هينفع أسأل ب what is. يعني مثلا لو جايب لي شوية أقلام قريبة كده وبقول لي what are these، what are these، يعني ما هؤلاء، إيه دول. طبعا هنا لما اجي اجاوب قال لي نفس الكلام، هشيل what وعلامة الاستفهام وبدل واقول these are، these are، these are pens، these are pens. وانا قلت لكم حبايبي ما ينفعش هنا احط قبل الاسم الجمع ولا ا ولا ان، فبالتالي هقول these are pens. طب الاجابة التانية هتقول اه مصر الاقلام دي اسم جمع، واحنا عارفين قبل كده ان الاسم الجمع ممكن اعوض عنه ب they، فهقول they are pens، they are pens، they're pens، they're pens. طيب ممكن اقول ايه كمان؟ pens، يعني انا ممكن اقول short answer سهلة جدا pens، pens. نفس الكلام لو جايب لي مثلا مجموعة من الطيارات بعيدة وبقول لي what are those، what are those، قال لي هنا يبقى الاجابة هتكون بالمنظر ده، those are planes، those are planes، او they are planes، they are planes، او planes، planes. يبقى اذا حبايبي لما يسالني بوات عن اسم غير عاقل ممكن اجاوب عليه بالثلاث طرق اللي احنا شفناهم دول، سواء كان مفرد او جمع. طب يا ترى بقى ايه حكايته؟ قال لي هو طبعا نفس الكلام تقريبا، بس بتسال لي على اسم عاقل، ما ينفعش اسال بهو عن اسم غير عاقل. يعني مثلا حبايبي جايب لي صورة بابايا وبقول هو ذس، يعني من هذا، تاني هو ذس يعني من هذا. طبعا الفكرة بسيطة جدا، نفس الكلام، انا هنا بس الفرق ان انا سألت عن اسم عاقل، هشيل هو وبدل واقول this is my father، this is my father. طيب my father ده هتقول لي عاقل مفرد مذكر، فبالتالي ممكن اعوض عنه بهي واقول he's my father، he's my father، he's my father.
طيب ممكن نقول على طول برافو عليكم كده my father my father my father. يبقى اذا برضو نفس الفكرة جاوبت تلات اجابات. لو بسأل عن اسم جم هتقول لي مش هتختلف كتير. يعني مثلا جايب لي اخواتي بيلعبوا في الحديقة بالمنظر ده وبيقول لي who are those who are those يعني من هؤلاء او من اولئك. طبعا انا عايز اقول ان دول اخواتي فبالتالي هقول those are my brothers those are my brothers. طيب البراذرز دول مالهم؟ هتقول لي جمع فبالتالي هقول برافو عليكم they are my brothers they are my brothers they're my brothers. طب ممكن يوم على طول برافو عليكم كده ممكن اقول my brothers my brothers my brothers. يبقى اذا حبايبي هي تقريبا نفس الفكرة ولكن what سألت بيها عن الاسم غير العاقل اما هو سألت بيها عن الاسم العاقل. حلو بقى حبايبي نشوف السؤالين اللي انت بتكتب لي اجابتهم في الكومنتس واللي متعودين دايما ان احنا نحلهم في اخر الحلقة. السؤال الاولاني بيقول لي what is this what is this. طبعا هنا المفروض ان انت بتديني في الكومنتس تلات اجابات. السؤال التاني بيقول لي what are those what are those برضو نفس الفكرة هتديني 3 answers التلات اجابات. يلا لو فهمت درسنا النهاردة شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. Thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا استنونا في حلقات جاية كتير ان شاء الله من حلقات كورس الجرامر. Goodbye. السلام عليكم.